لا بدنا ما نرجعوا للخصام الخصم. لا بكل صدق انا السي مصطفى خصكم تعرفوا انا السي مصطفى عندي علاقه خاصه به بحال الاخ الصغير ديالي، وانا كنت معاه في اتصال. السي مصطفى تقلق تقلق، كان رمضان جاوه قدموه، حس بشويه ديال الحقره، كان ليه رد فعل. انا تحدثت معاه، احنا طبعا كل تضامن وكل الدعم للسي مصطفى الخصم، ولكن في اطار القانون ما يمكنش غادي نجي ونقول اليوم ما نخلصش كفاله. ما كنناقش واش على خطا ولا على صواب، انا اليوم كنناقش هيبه ديال المؤسسات، هيبه المؤسسات، خلصوا الكفاله ومن بعد ندافعوا على حقنا. ولكن باش يكون واحد الموقف ديال لا ما غاديش نخلص، ما كدارش. واش الناس اللي خلصوا الكفالات كلهم كانوا مظلومين؟ راه كاين بزاف الناس اللي خلصوا كفالات وما كانوش، يعني ما كانوا أبرياء. ولكن اليوم خصنا نفرقوا بين جوج حوايج، التضامن اللي قلتها، التضامن مع مناضل ديالنا حنا الى جانبه، وغادي يكون غادي عندنا محامون الاخوه اللي استوعبوا اللي غادي يكونوا الى جانبه وغادي يدعموه في هذه القضيه اللي كنتمنى ان شاء الله انها ما تمشيش تلقى الحل ديالها. وكما كنقول في اطار واحد الهيبه ديال الوقار ديال المؤسسات. وانا كسياسي ما يمكن لياش نتهاون على هذا المستوى ديال الاحترام الهيبه والوقار ديال المؤسسات، خصوصا ان المساله في القضاء. اذا في القضاء ما يمكنش نبقى شنو نقولوا، نبقى نعطيو رايي. الا حلينا هذا الباب صافي، اذا عاوتاني صافي دخلنا في الميوعه. لا قدر الله كانت شي حاجه خايبه مستقبلا ديال السياسي معك. لا ما غاديش تكون شي حاجه خايبه، لان الامر ماشي ما في السيد مسرق ما كاين واحد التهمه ديال انه كان واحد القذف ولا كان واحد السب ولا كان داكشي، غادي نصلحوه وغادي نحاولوا نقادوه. الا كان يقدم اعتذار يقدموا. دابا السي مصطفى الخصم خصكم تعرفوا هو انسان عفوي وانسان طيب وانسان عفوي، راه ما كيعبرش هذاكشي اللي عنده في دماغه، كتشوف في لسانه. احيانا ما يمكنلكش تقول كل شيء، لان هو كيدافع هو بطل، يعني عنده واحد الشحنه واحد الطاقه ايجابيه كثير كبيره، اذا لا بد كيكون صعيب انه يحتويها وانه يتغلب عليها. فمره اخرى كنقول لك بانه حنا نكن له كل التقدير والاحترام، وكنعتزوا بالحضور ديالو معنا في الحركه الشعبيه، وفعلا طاقه وبطل عالمي ادى البلاد خدمه كبيره، وكان ما بين الناس اللي فعلا كانوا كرسوا الامجاد ديال الرياضه المغربيه. وقع واحد المشكل صغير، نعتقد انه واحد سوء فهم وسوء تفاهم، ان شاء الله غادي نلقاو حلول وغادي يرجع السلسله الخصم يكمل المهام ديالو على راس الجماعه ديالو، ونتمنى ان شاء الله انه تكون له بصمات مستقبلا على مستوى الجماعه. ان ما قريتيش البلاغ اللي صدرنا، لان كان بلاغ في هذا الاتجاه، لان فعلا كانت مسانده وكان دعم للسي مصطفى الخصم، ولكن في احترام للقانون. دابا جوج ديال الحوايج، فعلا حنا كسياسيين وغادي كمسؤوليه سياسيه كان التضامن حنا مطالبين به، وغادي الى جانب واحد المناضل ديالنا، ولكن في ظل ما طبعا ما يقتضيه القانون باش نكونوا سواسيه امام القانون، خصوصا فيما يتعلق الامر بقضيه اللي كتكون في ظل القضاء. فالدعم كاين ان شاء الله، وايضا احترام حتى المؤسسات كاين.